سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نوريكم كيفاش تندير بسطيله بهذه الورقه ديال الباكلافا. ما كانوا سولوني الدريات هنا في المانيا صعيب باش تلقاي ورقه البسطيله الطريه. هنا في كاينين في مدينة فيها حوانت ديال المغاربه تتلقايها، ولكن حتى الطريه عمري ما شفتها صراحه، غير ديال الفريكو تتباع عندهم. الخدمة ديالها صعيبة شوية على ديال المغرب، لأن هانتوما تتقطع بالزربة وما خصكمش عيد مهم مع هادي بزاف، ما خصكمش تدهنوها بحال ديال المغرب من كل جهة. كما تشوفوا انا ما تندهنهاش بزاف، حتى نرش عليها بالزبدة وتناخدها الفوقاني ديال الزبدة باش ما يكونش التحتاني ديال الماء يفزق ليا الورقة. هاني دابا غنعمرها ان شاء الله. انا ها هي عمرت البسطيله. تندير انايا هذه بصيله الحوت، تندير فوق منها مزال ديما فرماج، تعجبني المذاق ديالو يكون فيها من الفوق. وعاوتاني ما تنديرش انايا بحال هذيك التقليديه بحال ديال المغرب، على حسب التقليديه ما تتكونش فيها مثلا بوزروك، ما تيكونش فيها، انا ما عرفتش سميتو هذاك الاخر، نسيت سميتو، ولكن فيها هذيك كالامار، فيها بوزروك، فيها الحوت البيض. انا تناخد واحد الباكيه سميتها ديال ميغس فروشت دي فروت دي فروت دي ماري يمكن بحال هكا تيقولوا ليها، وتنخلطها مع الحوت البيض والكالامر. دابا انايا كيما شفتوا راني دهنت هي من الفوق، وغندير حنينه بسطيله دابا جمعتها وغندهنها مثلا شويه من الفوق، وغندير عليها داك الشكل بابيون. ان شاء الله نشوف اليد واحده يصدق ليا. تاخد واحد الورقة بحال هكا بحال هداك هاد الشكل، وتهزو واحد من تجمعوها من الوسط بحال هكا، وهاد الجناب تدخلوهم لداخل وديروا واحد الباندا. ها هي الفراشة صايبتها، وجمعتها هكا من الوسط ودخلت لها من دخلتها من الجناب. ودابا غناخد واحد الطريف بحال هكا هي صغيور، ونجمع لها هكا الوسط ديالها به. دابا اليد واحدة ما تخلط. هاي الفراشة بسطيلة فراشة ثلاث على